استقبلت مدينة بامباي بالسنغال المخيم الطبي الأول الذي تعاونت فيه جمعية مصعب بن عمير بالسنغال مع جمعية صندوق إعانة المرضى بدولة الكويت، والذي استفادت منه 100 من مصابي مرض الماء الأزرق للعيون والمعروف بالكتراك. توزع الفريق الطبي المتكون من خيار الأطباء المتخصصين إلى 5 مستشفيات في المنطقة لإجراء الفحوصات الأولية للتأكد من إيجابية المرض في كل من مستشفى غات، مستشفى بامباي، مستشفى انغوي، مستشفى غاوان، ومستشفى بابا غاراز، ليتم اختيار 100 حالة إيجابية للكتراك ستجرى لهم العمليات مجانا في يوم 3 و4 من شهر فبراير 2023 وبحضور رئيس البلدية السيد نجاي. كون او ان جي بي بو فكي دا فا يابل في اي نداو يو سين وال سين خام خام خارين تي والو بوت ني نيو في داجيك اسكان بي ñu xol leen képp koo xam ne jàpp na ni war nañu def intervention ci yow, ñu yabal la foo xam ne bu bés baa dinañ la defal intervention gratuitement. Loolu nu def may rafetlu ko ñun en tant que maire de la commune. يا لذاك الجزاء وحسن إذا نال من نال قبح وآمال. باشر العمليات فريق الدكتور مامادو سال المتخصص بأمراض العيون في مستشفى بامباي عند تمام الساعة 10 صباحا لغاية يومين، بحيث سوف يتم إجراء عملية لمئة شخص في هذا المكان من هذا اليوم الجمعة إلى غدا يوم الأحد. هذه نشكر الإخوة الأفاضل القائمين على جمعية صندوق إعانة المرضى بدولة الكويت على هذه المبادرة الطيبة الذي وجد الشعب السنغالي بحاجة ماسة إلى هذا العمل الذي سوف يجرى الآن. وأثناء العمل زار المخيم ممثل رئيس بلدية بامباي وممثل حاكم المنطقة وعدد من المسؤولين في الحكومة باستقبال من رئيس جمعية مصعب بن عمير فضيلة الشيخ محمد جاي الذي في يميني ويمثل والي المنطقة لمنطقة بامباي الحاكم المنطقة، والذي بيساري يمثل رئيس قسم البلدية في المنطقة، ولهم سرور وفرح كبير بهذا العمل الذي يقوم به جمعية صندوق إعانة المرضى من دولة الكويت، ولهم فرح وصالح الدعوات لمثل هذه الأعمال الذي كان حقا أن يعملوه هم، ولكن بقلة الإمكانيات ناب عنهم في ذلك القائمون على جمعية صندوق إعانة المرضى بالكويت. أمن لمستوحش في العراء في اختتام العمليات استطاع المخيم استكمال علاج الحالات 100 بنجاح، ما أدخل سرورا في نفوس المستفيدين لا يمكن وصفه. وحسن إذا نال من نال قبح وآمال قلب وحاء لباء. مرسي بكو، مرسي بكو وا صندوق. صندوق كويت جرجينا جوف كويت. صندوق جرجينا وا صندوق. وا أي سي صندوق. أوين سي صندوق. نك كويت. فاجو كوني بغينا بو. مي مان مان يومبر كوم مان مين يومبر تاخو نين ديمبلي نيو يين اي ان سي بي ñu ngi ñaan ci carte suivre suñu borom do leen leen yal na leen yalla yok bi wër ak guddu fan gis nañ li taxaw bi ngeen taxaw Sénégal taxaw mépp
yal nañ yalla taxaw no ngeen di gërëm di leen sant di leen ñaanal yalla suñu borom kaatal nañ leen may le doole ak wër wër le li ngeen neef yal nako yalla jëme ndax nit ki sa bolo may ak wër ah defelu la dara ku melni ñi nga xamé né yoru ñu ñaari assalamu alaykum bu doonte nak ñoom dinañu gumba am won nañu jafé jafé ci suñu yobat dim lengel ñu buñu fanc ci tamatte te defal dañ ci am manam benen ki jafé jafé xam nga gaaw yi ñu no mal wax deug xaaliss deug la ku ko doon jëndit xaaliss deug nga koy jënd garab yaangi ni yal na leen yalla fay garab yaangi ni gis nga ko garab yaangi ni waaw ma sha Allah gis nga garab yaangi bama ñëkke opéré dama jëndoon garab tay ji ma ngi opéré jënduma garab fayuma may nañ ni garab ñu ni wa kawet mom amuñu seen pay ñu ngi leen di sante di leen gëreum ndax man sama benn bëtt bi opéré won nako te dama fayoon garab yi dama ko jëndoon tay ñum ñu opéré gratuit fayo dara debbu ñu fi yendu defal nañ leen ay añu añ jox leen boisson ñu naan kon nak amuñu seen pay ñu ngi leen di ñaanal yalla seen xéewal yok té ñi am xéewal comme ñom itam nañu def na ñom leen nga sant leen gërëm nañ leen sant nañ leen amu leen maram sant yalla de ngay sant yalla muy dimbal bu am solo parce que ñi fi nek yeb dañ leen di opérer gratuitement duñ fay dal paré may leen garab après suivi bi fi ci hôpital bi lañ koy def fi fi sant sant bi lañ koy def ba fi ba danaka 2 mois ba 3 mois كما عبر السكرتير التنفيذي للجنة التنمية الصحية بمركز بامباي سرين باينجاي عن فرحه وإعجابه بدور المخيم فشجع على إقامة مخيم آخر للحاجة الماسة الملموسة بنيو منا تايجيني أوبيريسي 100 بيرسون لا اك ليب ليغا خامتاني موم موتي وار ci walu médicament post opération lepp ñom ñoko jël en charge mu nek nak une grande satisfaction ñu am ci contentement am ci mbecté bu baaxa 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 baax الشيخ علي بدر جوف السكرتير العام لجمعية مصعب بن عمير شجع على استمرار هذا التعاون المثمر مع جمعية صندوق إعانة المرضى بدولة الكويت إعادة البصر لهؤلاء المرضى يعتبر إعادة الحياة لهم لذلك نشكر صندوق إعادة المرضى على هذا العمل الإنساني وهذا العمل المهم لأوليائنا لآبائنا لأمهاتنا ولأخواتنا وعليه نشكرهم ونشكر حكومة دولة الكويت وشعبها ونسأل الله أن يحفظهم من كل سوء ومكروه وندعو لهؤلاء المرضى أن يتم شفاؤهم شفاء عاجلا ونشاركهم أيضا في هذا الفرح وهذه النعمة العظيمة التي بفضل الله تعالى وبفضل صندوق إعادة المرضى في ختام هذا العمل الإنساني المبارك الذي دعا إليه الإسلام ورغب فيه أيما ترغيب فقال معلم البشرية صلى الله عليه وسلم من فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ولا شك أن في إعادة البصر لهؤلاء المحتاجين تفريجا لكرباتهم وإتاحة الفرصة لهم للعودة إلى أعمالهم التي منها كسب عيشهم هم وأهليهم فلا نملك إلا أن ندعو للمحسنين القائمين على جمعية صندوق إعانة المرضى ولكل من يتعاون معهم من قريب أو بعيد كما لا ننسى شكرنا لدولة الكويت الحبيبة حكومة وشعبا دمتم في حفظ الله ورعايته.